هوية بريس. شكرا على تعازي. نحن ندين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق شيرين أبو عاقلة. هذه الجريمة يراد منها إسكات صوت الحق، تغييب الصورة عن جرائم الاحتلال. نحن نرى في جريمة اغتيالها هي جريمة اغتيال عن صبغ الإصرار من أجل إسكات هذا الصوت، وهم يخططوا حقيقة لارتكاب مزيد من المجازر، وخصوصا في مدينة جنين ومخيم جنين، حتى يدعوا لاحقا أنهم وحرصا على الإعلام يجب ألا يتواجدوا في أماكن العمليات، عمليات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. ونحن اعتدنا عليهم عندما حدثت الجريمة في الحرم الإبراهيمي في الخليل، قتل 29 مصلي، استشهد 29 مصلي وهم سجود في الصلاة، شكلوا لجنة وجاءوا بنتائج تقسيم المسجد، المسجد الإبراهيمي اللي هو مسجد إسلامي خالص. إذن هم يفتعلوا الحدث ويريدوا أن يستفيدوا من نتائجه أيضا في معاقبة الشعب الفلسطيني مرة أخرى. بشكر المغرب، منذ صباح اليوم هناك كان تواجد مغربي من الإعلاميين، من البرلمانيين، من النقابات والاتحادات، بعضهم بأرسل برقيات، بعضهم باتصال تليفوني، وبعضهم حضر إلى السفارة. النقابة الإعلاميين، النقيب أصدر أيضا موقف وبيان. جميع هذه الرسائل أرسلت لفلسطين، إلى فلسطين، حتى يعلم الشعب الفلسطيني أن الشعب المغربي يقف معه وأن الشعب المغربي يدين هذه الجريمة. شكرا. كيف تشوف مستقبل المراسلين الصحفيين بالبلد الفلسطيني في خدم أحداث الحرب؟ هم في خطر دائم، إسرائيل تريد إخافتهم، وهذه شيرين أبو عاقلة دائما كانت تعيش مع الخطر من خلال تغطية الأحداث في الشيخ جراح، في القدس، في باب العمود، في المسجد الأقصى، وفي كل مكان في فلسطين، وآخرها في جنين. هم يريدوا أن يسكتوا هذا الصوت، ولكن أنا بعتقد أنه شجاعة الإعلاميين الفلسطينيين اللي هم بيقدموا أرواحهم في من أجل كشف الحقائق وكشف الجرائم الإسرائيلية سيستمروا في ذلك. الموضوع موضوع، هناك احتلال، هناك جريمة ترتكب من قبل الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. نحن نطالب العالم أن يأخذ إجراءات عقوبية ضد إسرائيل، ومحكمة الجنايات الدولية تتحرك لوقف ولجم هذه الجرائم. لو كانت شيرين أبو عاقلة في أوكرانيا وتعرضت للاغتيال، لكنا رأينا أن ردة الفعل العالم مختلف. نريد العالم أن يخرج من استخدام المقاييس المزدوجة، وأن يعامل الجميع على قدم المساواة، ويجب معاقبة ومحاسبة إسرائيل.